حبايبي الاكيله في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من الاكيله. لو انا سالنا فين السوريين في مصر، قال لك متجمعين اكتر حتت في 6 اكتوبر وفي اسكندريه. فاحنا في اسكندريه بنعمل لكم مجموعه الحلقات اللي قلنا عليهم، فقلنا طب فين احسن ما هو طالما في سوريين يبقى في مطاعم سوري، فقلنا في اسكندريه فين احسن مطعم سوري؟ قالوا لنا ابو فارس. دورنا على ابو فارس لقينا كذا فرع، قلنا فين الاصل؟ قال لك هنا في مصطفى كامل. فاحنا دلوقتي هنبتدي حلقتنا مع ابو فارس السوري، وللعلم صاحب المطعم السوري هو الشيف السوري، ابو فارس السوري بتاع مصطفى كامل والاكل السوري. شادي اهلا بيك. اهلا وسهلا الاكيل. يا اهلا وسهلا. احنا هناكل من ايدك النهارده يا ابو شادي، بس الاول عايز اسالك على شويه حاجات كده. يا اهلا وسهلا اتفضل. انت متاكد انك شيف يا ابو شادي؟ على كيفك. انت ارفع شيف انا شفته. انت متأكد. طب انت بتدوق؟ بدوق طبعا. بتدوق وكده؟ طب ازاي؟ قول لي. طيب انا بدوق وكده يعني. انت بتدوق كتير بس انا ما اقدر اكل كتير. لاني بشتغل كتير. يعني انا ما بشتغلش، ما انا واقف بشتغل. لا انت بتاكل. طيب أوكي. انا اللي بعمل. قول لي ابو شادي الاول صحيح. عايزين نتكلم على في اطباق كومن كتيرة ما بين اللبناني، المطبخ اللبناني والمطبخ السوري، زي مثلا التبولة، الفتوش، الحاجات دي بتسمعها عند السوريين يقول لك ده سوري وعند اللبناني يقول لك ده لبناني. طبعا. تعرف تقول لي ايه الفرق ما بين ده وده؟ الفرق بين اللبناني والسوري حاجتين اتنين، انه السوري اللبناني بيفرق عن السوري بحاجات ان هم بيحبوا الليمون زيادة، البهارات زيادة، نحن لا بنحب الطعم يبقى الطعم مظبوط بتاعه. اوكي. يعني كل حاجة تاخد حقها. طيب نيجي للمواد المستخدمة. هل انت كشيف سوري بتلاقي كل المواد اللي انت محتاجها في الاكل بتاعك بتلاقيها في مصر؟ ايه بلاقي كله. مش محتاج تجيب حاجة من سوريا؟ لا، في يعني اغلب الحاجات موجودة هون، والخضار وكله كله كله موجود. طيب بس انتوا في سوريا اكتر بتركزوا على لحم الغنم صح؟ ايه طبعا. وهنا اكتر لحم البقري. آه ولا برضو بتستعمل يعني لا. بتعمل الاكل السوري بتوفقه على الذوق المصري ولا بتعمله زي السوري؟ لا زي انا سوريا. انا بعمل عندي الاثنين يعني. انا هنا احنا مطعمنا هون ابو فارس السوري عنا الاثنين، عنا بالضاني وعنا باللحم البقري. البقري حسب ما الزبون عايز. بس الاصل السوري طبعا النكهه السوريه موجوده. تعال نتكلم بقى، تاكلني النهارده. النهارده هاكلك فراخ محمره، فتت فراخ محمره. ايه طبعا احنا عندنا فراخ محمره يعني. ايه بس هي بالخلطه السوريه غير اللي هي بقى. ايوه هلا دلوقتي هتشوف معي وتجرب وتدوق انت. حلو. وايه تاني؟ وهاكلك شاورما برضه سوري. هتاكلني ازاي يعني؟ هاكلك شاورما سوري. اوكي. ايوه عندي فتت شاورما سوري حلوه كتير هتعجبك. يعني انت الشاورما السوري هتدوقها لي في الفتت. اه. وعندي المناقيش السوريه برضه. اه المناقيش. ايوه. حاجات صغننه كده. لا بس انا عندي حاجات كبيره هون. كبيره. ما انا عندي صغيره يعني. هندوقها. ايه تاني؟ وعندي السلطات، الحمص، المتبل، البابا غنوج. هتدوقني المتبل والبابا غنوج كلهم. امال ايه المسحبه اللي هنقول عليها؟ الفرخه المسحبه هي بتبقى فراخ مخليه مشويه على الفحم. هي دي المسحبه اللي ايوه. أوكي. طيب شيف انا مش هقابلك تاني بعد مايكل، فانا هقول رايي مني للكاميرا. ماشي. اهم حاجه بقى انا بقولها لك بعد اذنك يعني. تفضل. لو في اي حاجه حاره بلاش يعني ما تحطليش حار. لا ما باكلش الحار خالص. هيبقى السبايسي خفيف. لا 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 ما باكلوش. ليه؟ خالص. والله ظريف. لا لا هشرح لك ليه. ماشي. انا بالنسبه لي السبايسي بيغطي على طعم الاكل. طيب. يعني انا الشيف اللي يحط لي سبايسي يبقى بيغطي على حاجه. طيب. يعني فبحب اكل حاجه ماشي. من غير سبايسي. من غير سبايسي. اوكي. ماشي من عيونك. تكرم عيونك. اهلا وسهلا. تكرم عيونك خير. يا اهلا وسهلا فيك. اهلين اهلين. تفضل. معنا مدام رحاب صاحبة المطعم والمسؤولة الإدارية عن المطعم، وهنبتدي نتكلم بقى نعرف التفاصيل. مدام رحاب أهلا بيك. أهلا بيك. هنبتدي الأول من الأول خالص، الفكرة ابتدت إزاي واتنفذت إزاي وليه مطعم سوري؟ والله الفكرة جت إن إحنا بنسافر سوريا ولينا أصحاب سوريين كتير، الشاورما السوري طبعا تستاهل عالي وحلوه، وما كانش هنا لسه في حد فتح سوري. الكلام ده بنتكلم من قد ايه؟ من سنه 2000. اوكي.
من 14 سنة تقريبا. فاحنا ابتدينا وكنا تقريبا اول ناس سوريين هنا اهوت. و بس حضرتك مصرية؟ مصرية. بعد فكرة ان احنا نعمل مطعم سوري واحنا مصريين عملتيها ازاي عشان مصداقية؟ ما انا جبنا سوريين معانا، احنا سافرنا جبنا العدة وجبنا حاجات اللي هي الادوات بتاعتنا وجبنا ستاف سوري يعني كم كبير، ده البداية بتاعتنا. فابتدينا وبالتست السوري واحنا كنا واقفين على حاجة بايدينا يعني. في حد تاني غير الشيف العمومي سوري؟ كان كتير الشيف العمومي. اول ما ابتديتوا كان شاورما كان كذا واحد، وبعد كده ابتديتي احلال وتجديد بالمصريين. بس في برضو سوريين عندنا. في برضو سوريين. ابتديتي باول فرع فين؟ في ميامي. انا ابتديت، انا في التقديمه قلت ان اول فرع هنا. واضح ان انا غلطان. ميامي. ميامي. وكان بالحجم ده ولا كان اصغر؟ لا اصغر شويه. اوكي. ونجاح بعد كده كبر شويه برضو، فتحنا فرع جنبه في ميامي اكبر. ما فكرتيش تفتحي في مصر؟ يعني انا يعني مرحله قادمه ان شاء جنبة. الله لا 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 لا, لا, لا مش معانا برضو. لا على اساس ان القاهره اوريدي فيها مطاعم كتير سوري. ايوه بس احنا يعني في اسكندريه نعتبر احنا اول ناس في اسكندريه في الطعم السوري. السوري لسه هاكل ما اعرفش. لا هيعجبك الاكل. هيعجبني جدا. طيب المنيو اخترتوه ازاي؟ هل السوريين هم اللي قالوا لك السوريين طبعا دي؟ يعني احنا كنا بنقف على كل حاجه بايدينا يعني كل حاجه احنا اللي بنأسسها ونظبطها كتست وكل حاجه طبعا مع شيفات سوريه. طيب بتسافري سوريا، قررتي انك تعملي مطعم سوري، جبتي سوريين معاكي، عملتي المطعم السوري. بعد كده بصينا في المنيو لقينا ان في اكل خليجي دخل على السوري. هل ده كان من الاول ولا دخل بعد كده؟ لا بعد كده. امتى؟ ابتدى امتى يبقى في يعني اكل خليجي؟ من 5 سنين كده تقريبا. 5 سنين. وليه دخلنا اكل عشان خليجي؟ برضو دخل كل جديد يعني احنا بنحاول نلم بكل حاجه يعني احنا اساسنا السوري اوريدي، بس انت بتحاول تدخل جديد وتجدد من نفسك وتشوف ايه اللي ماشي في السوق بتمشي ده مع ده لغايه. بس هل عندك رجل خليجي اللي خليجي تعملي مطبخ خليجي طبعًا. او تجيبي شيف خليجي وشرقي وكل حاجه يعني يعني ابتديت سوري بس دلوقتي بقى عربي يعني. أيوة. بقى مطعم عربي اللي هو الخليجي والسوري. ايوه. ايه الصعوبات اللي واجهتك وانت بتعملي مطعم سوري؟ يعني شويه يعني شويه بالستاف وبترجع تعدلها تاني معاك بتظبطها يعني كده. بس في مشكله ستاف كان في الاول طبعا يعني طبعا عشان تجيب سوريين كل شويه وطبعا انت مش يعني مش كل فتره بتبقى ملتزم بحد يفضل ثابت عندك بتلاقيه بيتغير واحنا لازم التست يبقى ثابت عندك فدي صعوبه عندك برضه. اوكي. طب انت بتثبتي اسلوب الاكل ان اي حد يجي هيعمله بنفس الطريقه نفس ولا كل واحد بذوقه؟ لا 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 تست ثابت لان ده التست بتاعنا في كل المطاعم. دوقتي كل حاجه؟ هي دي لازم بقى كل المطاعم تبقى تست ثابت. لا لا في الاول وانت بتحطي المنيو الصبح بدري لازم كل اجي كل يوم يجي لي طبق كده ادوق التستات كلها. عجباني شغلانه جدا دي. تعالى معايا شغلانه كبيره. طب بس انا يعني بس الصبح صعبه قوي الصبح دي. انا اسف في حاجه، انا بلف على مطاعم مصر كلها. ايوه بتشكل دلوقتي محافظات. كويس. وبتجيبي شيف لكل حاجه؟ طبعا بالمساعدين بتوعك. بس في شيف عمومي كبير لكل فرع اللي هو اللي انا قابلته. الشيف السوري. أيوة. اللي هو السوري ده بيبقى اللي مش باين عليه اصلا انه شيف خالص ومن كتر وقفته قدام الشاورما. بس انا ما عنديش حاجه تانية عايز اسال عليها ما عدا الاسعار. لو احنا قلنا عايزين نبلغ السادة الأكيلة لو جم هنا يدفعوا ياكلوا حلو ويدفعوا كام بير بيرسون؟ الفرد يدفع كام؟ يعني تقريبا في حدود 70 70 80 جنيه ياكل حلو. الفرد. اوكي. وبشبع لان حجم الطبق كبير. اوكي. اوريدي ما فيش حد بيقدر يخلصه. انا هشوف هتخلصه انت النهارده ولا لا؟ لا انا ما بخلصش انا بدوق. عندي وحوش بياكلوا. طيب. بشكرك على حسن استضافتك و ميرسي. بتمنى لك كل التوفيق في الفروع الثانيه ان شاء الله. ولما تفتحي في القاهره بقى قولي لي عايزين نشوف الكومبيتيشن. تعالى لنا في مارينا بقى. يا بدوي في الصيف اكيد بتيجي في الصيف. مارينا في الصيف نروح الساحل ان شاء الله. ميرسي يا فندم. ميرسي قوي. شكرا.
هنقعد دلوقتي بقى مستنيين الاكل، فعقبال ما الاكل يجي نقول كده شويه كلام على المطعم. انتوا اثناء الحلقه هتشوفوا انسرتات بكل انسرتس، يعني بكل التفاصيل بتاعه المطعم، بالشلال، بالديكور بتاعه. انا معني بحاجات معينه اللي بتتحط على الترابيزه لما بتيجي تاكل، اللي هي جزء مهم من التجربه. معني بالمنيو طبعا. انا يعني زي ما بيقولك بالانجليزي I'm a sucker for blue، بحب الازرق جدا، فبالتالي ما شفت المنيو ازرق انشكحت. وبعدين معاه كمان الذهبي بيديلك شويه الرويال. يعني نفتح المنيو من جوه، ابو فارس السوري المنيو. الله الله. اوكي، هنا التفاصيل بالاسعار، وهنا الصوره تجبرك انك تطلبها. يعني حركه ذكيه شويه من سواء اللي اختار المنيو يتعمل كده او من اللي نفذ المنيو بالطريقه دي. حاجه تانية كمان، الطبق، طبق معمول مخصوص لابو فارس، لذيذ مختلف. يعني تحس ان حد عامل مجهود في انه يكون مختلف. اوكي، سلطات معروفه جدا طبعا، تبوله، بس هنا التبوله السوري دي احنا بنسميها سلطه الراهب، معرفش هما بيسموها ايه، اللي هي البتنجان، مش البابا غنوج، البتنجان المهروس، معموله بالفلفل الوان محرقه، وهتخانق مع شيف ورمان. دي سلطه الزبادي غالبا، لا دي لبنه، لبنه، سلطه لبنه. ده من منظره كده غالبا حمص. السوريين يعملوه غير المصريين، السوريين يعملوه مش مطحون قوي، محبب سنه كمان، طعمه حلو. بعدين نيجي بقى للفتوش. هو انا ما اعرفش ده الاسلوب السوري ولا ده الشيف هو اللي بيكرمني، بس هو حط عليها رمان. حلو، الرمان مديها طعم السويت اند ساور كده شويه. فيري نايس. ده كان السلطات، نخش في الجد. جينا لقسم المقبلات او شق المقبلات. اولا يعني انا عايز الكاميرا بتاعت محمد معايا كده تجيب لكم البرزنتيشن، شويه ديكور يعني not a big deal، بس في الاخر بتخلي تجربتك جميله. ما هو انت الجمال جزء من الاكل، الاكل مش بس طعم، الاكل ان عينك كمان تشوف حاجات حلوه. انت بيجي لك طبق بالمنظر ده هيفتح شهيتك انك تاكل. طيب انا طبعا مش ممكن ادوق كل ده، فانا اللي هعمله ان انا هاخد حته من كل حاجه. ده منقوش لبنه، هاخد طرفه كده. المنقوش نفسه طعمه حلو جدا. انا ما بحبش اللبنه، هما نوعين جبنه ما بحبهمش، لا ثلاثه، الجبنه الحاده قوي واللبنه والقريش. ما بحبش الجبنه القريش، انا بعشق الجبنه الدوبل كريم البيضة او الملح خفيف، فدي عيب من عندنا. انما هي لبنه حلوه ملهاش علاقه. نديها الزعتر، وعايز اقول لك الزعتر برضو انا بموت في الزعتر السوري. ونيجي في الصيام نلاقي في 6 اكتوبر السوريين بقى بيبيعوه كده في برطمانات وبتاع، جميله قوي. المنقوش حلو قوي زي ما قلنا، والزعتر احلى، واكتشفت ان الزعتر اللي عامله الشيف مش جايبه جاهز، تحفه. وبعد كده منقوش باللحمه، هي عليها فلفل الوان انا شايف، وبصل، اوعى يكون شطه. احلى واحلى كمان، البصل مديها طعم مسكر كده. اوكي، يبقى احنا بنتكلم كمناقيش. انا فيري ماتش برو الزعتر واللحمه، اللي بيحب اللبنه المنقوش تحفه للي بيحب اللبنه. نيجي بقى كوبيبه. كوبيبه دي مفيش شامي ما بيعملهاش، لحمه مفرومه من جوه، في شوام كمان سواء سوريين او لبنانيين، حطوا واحده صنيبر في النص، في ناس تقول صنيبر وفي ناس تقول صنوبر، نور عقل. وده كده مزه خفيفه كده.
ده بقى من اجمل السمبوسه اللي انا بحبه، جبنه اللي هي الوسط اللي انا بحبها، ولا مالحه قوي ولا العذبه قوي، ومعاها بقدونس. بيرفكت كده. عدينا المقبلات، هنخش في قسم المين ديش. نبتدي الاول كده، ان زي ما انتوا شفتوا، اولا الزبيب واضح انه مش زبيب مصري، لان انا يعني من انا واولادي الحقيقه بنموت في الزبيب، فالزبيب المصري عمره ما يبقى بالحجم ده، واضح ان هو يعني سوري او مستورد. هنا بقى مش هينفع ايه ادب في الطبق، خليني اخد قطعه من الشاورما وتحتيها الرز البسمتي اللي محطوط تحتيها وندوق. رز طعمه تحفه طبعا، والعيش يعني بيسموه خبز لسه كرانشي. الله الله يا شيف، الله يا شيف، تسلم ايدك. البروفيشنال اكل بقى او الاكيل ياخد حته الشاورما الدجاج الفراخ يعني، حط عليها التومية هكذا. ها هي طبعا كبيره، مش المفروض كل يعني ذوقيه، مش المفروض افتح بقي وادلق، بس يعني طعمها حلو. طعم جميل جدا. هنا بقى ده المسحب، دي فراخ معموله مشويه يعني، بس الخلطه بتاعتها على الطريقه السوريه، هو حاطط صدر مع ورك مخلي. الصدر هو الهيلثي، هو الاكثر صحه يعني، دايما اللحم البيضه بيقول لك هي صحيه اكتر، انما انا كاكيل بحب اللحمه الحمراء، بحب الورك، بحس انه طعمه اطرى والذ، فهناخد حته من اللحمه الحمراء وارجع دي بقى مكانها. في للي بيحب الحراق بقى، في قرن فلفل ما شفتش شكله قبل كده تحت هنا اهو، ممكن تاكل منه لو عايز يعني. حاطين كوسه، جزر وبطاطس وبروكلي، يعني ده لوحده طبق، مش محتاج ان انت تطلب حاجه تانيه معاه. ندوق بقى الاول، ندوقها لوحدها. الخلطه السوري في الشوي ملهاش مثيل، ملهاش مثيل. طيب نيجي بقى للكبسه، انا للكبسه الحقيقه. نبص الاول هي معموله بايه. في رز ومكسرات، برضو رز بسمتي بس هنا المره دي احمر بقى. طيب هو الرز محطوط عليه لحمه ومكسرات، ومحطوط عليه فراخ ومكسرات. هندوق ده وندوق ده. حلوه بالفراخ وحلوه باللحمه، بس انا افضلها باللحمه، لحم ضاني، عشان كده مدياني الجوس اللي في الرز، الجوسي، الطعم الجوسي ده من اللحم الضاني. تعرفين انا ما بحبش الحراق، ده مش حراق، في كده توليفة بهارات، طبعا عمره ما هيقول لي ايه، مديك احساس زي حراق على خفيف قوي قوي قوي، هو يعني بهارات اكتر منه حراق في بقك وانت بتاكل، ومش متضايق يعني، رغم ان انا ملياش في الحراق قوي، بس مش مضايقني. تلخيصا للتجربه، احنا كنا السلطات حلوه، وحسيت انه طب ماشي، بس سلطات عاديه، مش جينا في المقبلات شد انتباهي اللحمه والزعتر، جينا في المين ديش لا في تميز بقى. هنا نتكلم، نقف ونتكلم، شاف السلطه شاطر، شاف المقبلات عنده تكة زيادة، المين ديش من الآخر. طيب تجربة حلوة قوي يا جماعة، بنصحكم بيها. بيتهيألي الناس اللي متابعة الأكيل بقالنا دلوقتي فوق الأربعين خمسين حلقة، بقوا عارفين لما باكل حاجة بتعجبني بيبان، ولما باكل حاجة ما بتعجبنيش قوي بتبان، فأنتوا عرفتوا أنا قد إيه عجبتني التجربة دي.
ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده من اكيل. معلش اصل ما شبعتش فخدت شويه حاجات كده تكوي امزمز فيها قبل ما انام. تصبحوا على خير.